في المرحلة دي واضح انه يعني الاستاذ محمود الجندي كان، انت بتقول كنت مشغول بقضية الحرية بالظبط. وهل هي دي المرحلة اللي بدأ عندك فيها يعني قضية التذبذب الفكري؟ يعني انت كان في محطة فيها دخلت فيها في فكرة الشك يعني والإلحاد بالظبط. هل دي المرحلة اللي دخلت فيها في الإلحاد؟ يعني قعدت تسأل الله موجود ولا مش موجود؟ أنا بسميها المراهقة الفكرية، المرحلة اللي هي الواحد بينمو فكريا. أنت بتطلع على ثقافات كتير في الوقت ده. وكان الفترة دي فترة نضج سياسي وثقافي وفني في البلد كلها، الستينيات دي. يعني لغاية السبعينيات كان في نضج، كان في أحسن إنتاج فني وأحسن أدب وأحسن قصص وأحسن مسرح كان في الفترة دي، فكان مستفز لأي واحد بيفكر. فبنقرأ هنا وبنقرأ هنا وبنقرأ هنا. فالبحث ده، ما أنت لازم يبقى لك رأي أنت كمان. فتكون رأيك إزاي؟ اللي بيحصل بقى إن الإنسان بيتحدى نفسه وبيتحدى اللي حواليه، أنا لازم بقى متغير. يعني بتبقى مراهقة ما هياش على أساس. فلازم ترفض الاول كل اللي معمول بيه او الناس بتتكلم فيه، كل الثوابت اللي قدامك، كل الثوابت دي ترفضها الاول. وبعدين انت تدور تختار لغايه لما بتلاقي اليقين في منطقه بتحضنه بتلزق فيه بقى. خدت منك كام سنه اللي هو، لانه كمان الالحاد قضيه مش سهله بالنسبه لشاب جاي من الريف المصري. ويعني حتى الافصاح عن هذه الافكار يعني بتبقى مساله لا صعبه خطير جدا، وخاصه ان انت متربي تربيه دينيه. انا متربي في الكتاب الاول، يعني في الكتاب اللي بيكبر على طول يروح الكتاب الاول يحفظ قران ويتعلم قراءه الكتاب. بس انا وانا في الكتاب كان ليا زميل صديقي ساكن جنبنا مسيحي، وكان بيروح مدارس الاحد في الكنيسه، وكانوا عندهم مزيكا وعندهم بتاع، فانا كان شديدني التعليم عندهم بشكل ده اللي احنا في الكتاب ما بنتعلمش بالطريقه دي. فقلت لابويا ان انا مش عايز اروح الكتاب. فقال لي يعني؟ قلت له عايز اروح مدارس الاحد. قال لي يا ابني ما ينفعش. قلت له ما انا مش هروح المدارس المسيحيه. يعني على اعتبار ان فيها الفن تتيح المجال للموسيقى. لا، التعليم فيها كان مختلف عن الكتاب. يعني الكتاب فيه رعب من الشيخ وفيه العصايه والفلكه والكلام ده، واحنا ايه التانيين ما عندهمش الكلام ده. وفعلا ايه، فابويا كلم القسيس، كان راجل متفاهم وكده، قال له الواد عايز كذا ومش عارف ايه. قال له طب هاته يقعد معاهم شويه في المدرسه، وبعد كده هو لوحده ايه هيلاقي نفسه يعني مش جوه الجو ده. ففعلا رحت، كنت بروح بقى عشان الحساب في المدرسه الاحد. تتعلم الحساب يعني الرياضه؟ كان مدرس حساب هناك، كل التلامذه بيتعلموا عنده كده، كان مدرس كويس قوي في الحساب والرياضيات وكده. رياضيات لغايه بعد كده دخلت المدرسه بقى ابتدائيه، وبعدين اعدادي، ثم دمنهور زي ما قلت حضرتك في الاول. في التربيه الدينيه كنا بنقول ان التربيه الدينيه في الاول بتبقى خطر على التفكير اللي من النوع ده، النوع الالحاد والنوع الرفض الثوابت وكده، بتبقى فيها خطوره. انما كنت دايما متذبذب انك انت ترجع للاصل برضه. يعني ما كانش الرأي، يعني كنت اجي ايام امتحانات اصلي، دي حاجه ودي حاجه. يعني في حاجه ايمان بربنا، ربنا يقف جنبي بس الاول. على اعتبار انه عشان ربنا ينجحك، عشان ربنا ينجحك فلازم تصلي فتبقى قريب منه. فطبعا المرحله كلها ما فيهاش انت مش ثابت. يعني هنا حتى لم تصلي حبا ولا ايمانا، يعني بتصلي علشان تنجح بالظبط لغرض في نفسك. الى ان حصلت بقى الموقف في حياتي، الحريقه اللي حصلت عندي في البيت، وتعلمت منها بقى الصوره اللي هي يعني ايه الرسائل الالهيه لما تجيلك تعلمك حاجه. الى هذا الحد يا استاذ محمود، الكوارث والمصايب يمكن أن تعتبرها رسالة؟ طبعا أنا بعتبر أن كل حادثة في حياة أي بني آدم هي رسالة، بس هو يقرأ في يقرأ يتعلم القراية. إذا تعلم القراية صح يقدر يفهم اللي حواليه، ويفهم هو فين من الدنيا أو هو فين من ربنا.
لان مفيش حاجه بتيجي كده، الكون مش ماشي صدف، الكون ماشي منظم بثوابت يعني. يعني كلامي يمكن يكون تقيل شويه على ناس علمانيين اكتر بيرفضوا الفكره دي، لكن لان انا جربتها مع نفسي وارتحت لها، فخلاص ان الواحد بيدور دايما في حياته على ايه اللي يسعده. انت ايه اللي يسعدك في فكرتك؟ انا ان انا افكر بالطريقه دي، خلاص استمر فيها وانت حمل مسؤوليتها انت. طبعا في ناس ما بتربطش، يعني يقول لك انه يعني في يعني دول بيجي لها زلزال مثلا، هل يعاقبها الله سبحانه وتعالى؟ انت مؤمن بده قد لا يكون عقاب ليهم، وقد يكون عظه لناس ثانيه غيرهم. عظه لناس ثانيه ممكن، يعني ليه اقول انه عقاب ليه دول؟ دول ذنبهم ايه؟ دول اذنبوا في ايه مثلا؟ ما انا كنت هقول لك يعني اللي بيموت النبي هو يبقى لهم تعويض اخر، يعني ربنا سبحانه وتعالى عادل، مش هيفني قوم كده ويسيبهم بلا مقابل. يعني طالما ان في ناس ثانيه اتعظت من هذا الموقف واستفادت، يبقى هم عملوا خير، يبقى لهم ثوابات عليه. يعني انا بعتبر الحكايه كلها متوازنه. انا لو بيحصل لي حاجه وحشه يبقى ده يعني بيشيل على الذنوب من عليا، وبيفيد ناس ثانيه انها تتعلم من التجربه دي، فباخد ثوابات على التعليم ده. وانت دلوقتي بتتوقف عندها بعد الحادث الأليم اللي حصل. انت قلت لي ان هذا الحادث كان نقطة تحول في حياتك، اللي هو النار اللي اشتعلت في منزلك وتوفيت فيها زوجتك السيدة ضحى الله يرحمها. مظبوط. كان مؤثرا فيك الى هذا الحادث استاذ محمود؟ لانها كانت قرصة ودن جامدة. يعني لان انا شفت اول ما نزلت اشوف الحريقة، فشفت اول جزء بيولع في المكتبة، الجانب اللي فيه كتب اللي هي كلها بتتكلم في الالحاد وفي الشك وكده، كل كتب الالحاد والجانب ده، فشفت هو بيولع الاول. يعني ايه اللي لفت نظري اللي خلاني اشوف ده؟ رسالة، بص حاجة قالت بتقول لي بص شوف. طب ما هو البيت كله بيولع او المكتبة كلها فيها نار، لكن انا شفت المكان ده بالذات. ركز عينك اتجهت الى هذا المكان تحديدا وشفته بيولع، فعلى طول قلت ايه يعني ده فادك بايه؟ اهو لو انت تقدر تعمل فيه حاجه ما تقدرش فمش بايدك بقى، فلازم تثق ان في حاجه اكبر منك هي اللي بتتولى الامور وهي اللي بتسير لك امورك. فتوقفت عند الحكايه دي وبدات بقى ايه، قلت انه بالتاكيد دي يعني رساله من الله سبحانه وتعالى لاعاده تفكير واعاده وجهه نظرك تاني في الدنيا وفي نفسك وفي علاقتك بربنا. بالتاكيد طبعا في نفس الحادث طبعا انت كنت موجود في البيت وقتها، وهنا يعني لم تتمكن من انقاذ الزوجه يعني. لا يعني هي كان عندها مشاكل في التنفس وفي الرئه، فكان الدخان هو اللي قصر عليها اكتر يعني. فكان يعني على ما نزلت وراحت المستشفى كان قضاء الله قد. قضاء الله قد. طبعا يعني الحادث المؤلم ده انا اسف اني بستعيده معاك، لكن انت بتقول انه هذه الحوادث حتى كلها والمصايب يعني ربما او بالتاكيد انت شايف انها كانت رساله لك، لانك كنت وقتها في مرحله الشك او مش يعني خلاص انت وصلت الى الالحاد انه ربنا مش موجود، ويعني دخلت حتى في بصيت على الكتب اللي دايما انت كنت بتطلع عليها او اللي هي قادتك الى الالحاد يعني، ووجدت النار بتشتعل فيها. مش ناسي هذا المشهد يعني. طبعا من المشاهد المؤثره جدا والثابته جدا طول الوقت في حياتي. ده خلاك نقطة التحول ايه بقى؟ خلاك تعود الى جذورك الدينية من جديد؟ خلاني افكر بقى الحكاية ايه؟ ايه الحكاية بقى؟ طب امشي ازاي؟ طب انا سبت الالتزام مدة طويلة قوي من ايام ما سبت ابو مطامير، ومفيش التزام بالصلاة في موعدها ولا الصيام ولا الكلام ده، طب اعمل ايه في الفترة دي بقى؟ المهم ليا اخويا جمال اصغر مني هو، لكن هو اعلم مني واقرا يعني يقرا كتير عني، فجي قال لي بعد الجنازه وكده قال لي ممكن عايزك يومين ثلاثه هنطلع رحله صغيره كده. فقلت له ماشي انا ما وريش حاجه.
فكان ايه حاجز لي بقى العمره، فطلعنا بقى طلعت معاه العمره دي. كانت برضو دي يعني منطقه زي ما اكون ابن مثلا تايه عن اهله سنين وفجاه لقاهم في الزحمه، فلقيت نفسي بقى هناك انسان تاني، ورجع بقى كل الشجن والايمان الحقيقي وكده رجعت احاسيسه وانا هناك في المنبع. كل افكار الشك والالحاد ماتت في هذه اللحظه. بالظبط، ما حدش نقلني، ما حدش قال لي لا ده الصح كذا، انما مجرد وجودي في المكان وزيارتي والطواف حوالين الكعبه والسعي وكده حسسني ايه بان ده مكاني. يعني انت كنت فين؟ ايه اللي توهك؟ وطبعا اثناء الرحله طول الوقت بنتكلم في حاجات دينيه وكده وحاجات تفاسير وكلام، حطيني بقى على الطريق الصح يعني. بس رجعت بقى، حتى كان واحنا هناك قال لي ايه هتمشي كده وقميص، وما تجيب لك جلابيه علشان تبقى حر حركه. فلبست الجلابيه وانا هناك، رجعت مش عايز اقلعها. الجلابيه البيضاء دي. وقلت يعني انا حاسس ان انا كده مرتاح نفسيا جدا فيها، فاستمريت بيها. عشان كده يعني انت الجلابيه البيضاء اللي فيه يعني كانت هي زيك الوحيد. ايوه، في لعدة سنوات يعني. بالظبط. كان بسبب ده انك انت لبستها في العمره وبعد مرحله الحاد وعاد اليك اليقين والايمان. وقلت مش هقلعها. وحسيت طبعا وانا لابس الجلابيه حسيت ان انا يعني مالك نفسي، او انا مرتاح نفسيا فيها جدا. فالانسان بيلبس اللي يريحه، مش بلبس عشان الناس يعني. يعني ما كانش ده، لانه البعض كان بعض الصحف انا متذكر اللي كانت بتهاجمه كانت بتاخد ده على انه محمود الجندي تطرف دينيا يعني، او تزمت دينيا، على اعتبار انه الاسلام مش في الزي يعني. لما انا لقيت النغمه دي زادت انا قلعت الجلابيه بقى. قلت الحكايه مش كده خالص، وانا بقى بعمل ده علشان اسيء للدين. الدين ما فيهوش زي وما فيهوش ملوش ملامع شكليه، ده حاجه داخليه. طب انا كده بقى اسيء للفكره لما انا اصر على ده، وهم عارفين ان انا في شغلتي بلبس هدوم تانية وكده، ومش ده الزي اللي انا عايش بيه، وبداوا يتريقوا عليه. فقلت لا انا مش بلبس الزي ده عشان اخلي الناس تبقى يعني مجال للسخريه والدعوة والتهزيء. خاصة انه يعني التدين ليس زيا يعني. بالزبط. الاسلام ليس، مش هختزل الاسلام بعظمته يعني في الزي. فقلت خلاص انا هقلعه. قلت وفعلا التلفزيون المصري يعني سمعت تصريح لك ان التلفزيون المصري منع ظهورك بالجلباب. ما هم دول بقى الناس اللي هم انا بقول عليهم ملكيين اكتر من الملك. يعني هم خايفين قوي لا يتقال انهم صرحوا لي بان انا هطلع بالجلابيه، بقى هم بيدعوا الى ان انا يعني متطرف دينيا وكده، وهما بيشجعوا التطرف ده يعني، خافوا من الفكره، فقال لا امنع ظهوره احسن. طيب انا هعود لده بس